امبابة دولة وانا فرد منها. النهاردة في امبابة ورايحين نجرب كبدة البرنس. امبابة يعني كبدة البرنس، والنهاردة هنديها صح. يلا بينا. رز بالكبده ده جبونه تطلع مع لحم الستيك. شايفين يا جماعه الحلاوه؟ ملوخيه، طواجن ملوخيه في قلبك، لحمه جريل يا جماعه، اللي هي ستيك صح؟ بيقولوا عليها لحمه ستيك. بس واحد بس يا جماعه، طعم له فريق. بريس واحد بس، بريس نمبر 1 في مصر، طعم له قشطه عليه. كبده البرنس يا جماعه الريحه هنا حكايه. هتجيب لنا طاجن ملوخيه بقى والطشه بقى والشغل العام. قشطه. اسمك ايه؟ محمد بدوي. عم محمد بدوي. عم محمد، احلى عم محمد في الدنيا. اديله. عم محمد يعني ريحه الملوخيه طلعت. العب. تسلم يا رايق. تسلم. تسلم. وادي الطبق بتاعي يا جماعه، ربع لحمه ستيك. افتح يا صاحبي ورقه اللحمه وورينا. ابراهيم طلب ورقه لحمه. الموضوع كبير. الموضوع كبير قوي. افتح كده. ابراهيم هينبسط النهارده. وده ربع ستيك. وجبه كده متكامله كده جامده. نبدا بقى ونقول بسم الله عشان اول مره اجي عند البرنس ومتحمس جدا. بسم الله. الملوخيه هنا، انا اول مره اجيب ملوخيه جامده كده. القوام بتاعها رهيب. تضرب جرجير. كتر من الجرجير. انا لسه ما بداتش غير في الملوخيه والاداء جامد. امال لما اخش في اللحم بقى. ولا فرحان انا، الملوخيه مكيفاني. بجد رهيبه. انا الوجبه دي بتاعتي متكامله ب 110، وفيها لحمه ستيك وفيها بطاطس وفيها رز عليه كبده. فكده جامده جدا. انا شايفها الوجبه الاقتصاديه هنا الصراحه. دي اللحمه اهي يا جماعه، لحمه جريل او بيسموها لحمه ستيك. فاحنا نجرب كده. بسم الله. رهيبه يا جماعه، جامده جدا. اللي مكيفني قوي الملوخيه الصراحه. ابراهيم يعمل في صبر. اديله ابراهيم. ادي. والحاجة الرهيبة اللي هنا الطبق ده، الطبق ده اختراع هنا بجد. بالمعلقة على طول كده. بالمعلقة وبودن القطة، كل حاجة، وعلى الرز. ما تقولش لأ الملوخية دي الصراحة. ابراهيم بيمس عليا يا جماعة ورقة لحمة. نجرب كده. بسم الله. ورقة اللحمة هنا اختراع، بجد اختراع. طبعا كلكم هتقولوا انا ليه جايب وجبة متواضعة كده؟ والله يا جماعة انا بقالي بالظبط 3 ايام عامل دايت، والنهاردة ابراهيم فاجأني وقال لي تعالى نروح عند كبدة البرنس. فانا قلت يعني ايه وجبة النهاردة اديها في الوجبة دي، وبعد كده مش هاكل حاجة النهاردة خالص. من زمان عايز اجي عند البرنس عشان اجرب الملوخية بتاعته، وفعلا طلعت زي ما بيقولوا بالظبط، رهيبة رهيبة يا جماعة. انا اصلا مش كيف ملوخية، بس الملوخية هنا بتوديك في عالم تاني. نخلص بقى المعركه دي ونشوفهم بقى في الحلو، لان شكلنا هنضيع الدايت النهارده. لسه مخلصين من عند البرنس يا جماعه، والصراحه المطعم حلو جدا والاكل فيه تحفه. الملوخيه اساسي لازم تجيبوها، ووجبه الاقتصاديه لو انتوا عايزين توفروا، لان الاسعار الصراحه غاليه قوي هناك. فالوجبه الاقتصاديه بالنسبه لي هي كانت الوجبه اللي هي ربع لحمه محمره وبطاطس ورز. دي وجبه مع الملوخيه يعني بص كيف الدماغ.
لو انت هتدفع فلوس شويه حلوين تجيب ورقه لحمه حلوه جدا ومعاها شويه كبده ومع الملوخيه برضو ظبطت الدماغ. فدلوقتي خلصنا عند البرنس منك لا ابراهيم بوظت لي الدايت ولسه هنروح عند الكرنك نحلي، فنشوفكم عند الكرنك بقى. وصلنا الكرنك يا جماعه، الكرنك جنب كبده البرنس بخمس دقايق ماشي بالظبط. ابراهيم جاب قنبله ب 30 جنيه فيلا بينا نشوف القنبله هنا عامله ازاي. انا ما جبتش اي حاجه عشان انا ما كنتش قادر، ابراهيم ده سفاح. لا 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 امبابة دولة وانا فرد منها يا عم ابراهيم. جينا كافيه هنا يا جماعه، امبابة فيها كل حاجه، كافيه رايق والله والقعده فيه حلوه جدا. وابراهيم بقى هيجرب القنبله، خلينا نشوف بتقول ايه. اضرب يا هيمه. طب مش هتقدر تطلب الاول؟ هتشرب ايه مع القنبله دي يا هيمه؟ بعدها قهوه. قنبله وقهوه؟ قهوه من غير سكر. اه عشان الدايت. القنبله شكلها حلو قوي يا جماعه. اضرب يا هيمه. انا يا جماعه زي ما قلت لكم انا عامل دايت، فابراهيم هو اللي هيقيم النهارده. وطبعا يا جماعه مش عايز اقول لكم هم جايبين المعلقه الثانيه ليه، يعني هم جايبين معلقتين عشان عارفين ان القنبله دي ما ينفعش واحد بس يخلصها، والله معروفه. ابراهيم دايس في القنبله لسه ما خلصتش، بس يومنا خلص. الخروجه بتاعت امبابه بسيطه جدا. اليوم لسه ما خلصش. ليه؟ لسه بلبن ولسه وسط البلد ولسه يا ماما ده. يا حرام عليك، لسه هروح وسط البلد يا جماعه، بس انا مش هاكل طبعا، هو اللي هياكل. بس انا قصدي على خروجه امبابه كده تكون خلصت. رحنا كبده البرنس، ركبنا من المؤسسه، ركبنا ميكروباص ب 3 جنيه ونص، نزلنا قدام كبده البرنس على طول. فانت تاكل اكله حلوه قوي عند البرنس وتحلى عند الكرنك وتيجي تشرب كوبايه شاي عند الكافيه اللي احنا مش عارفين اسمه ده. كده يكون الفيديو بتاعنا النهارده خلص، اشوفكم فيديو جديد الاسبوع الجاي. سلام سلام يا ابراهيم، سلام.